إرهابية أم سياسية؟ خلاف خليجي حول تصنيف ميليشيا الحوثي في قائمة المنظمات الخطرة على الأمن الإقليمي والدولي، فعلى عكس الجهود الإماراتية لإقناع واشنطن بإدراج الحوثيين في لائحتها للمنظمات الإرهابية، دعت سلطنة عمان المجتمع الدولي للاعتراف بهم كمكون سياسي وجزء من الحل للأزمة اليمنية. الاعتراض العماني تزامن مع تحذير واشنطن الحوثيين، قائلة على لسان المتحدثة الإقليمية لخارجيتها إنها لن تتردد في محاسبة ميليشيا الحوثي على هجماتها الأخيرة على المدنيين في اليمن أو دول الخليج، مؤكدة أن الكرة أضحت تماماً بيد الحوثي كونه عقد كل فرص التسويات السياسية. الولايات المتحدة تراجع جميع الاحتمالات، ونحن نراجع إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، ولن تتردد الولايات المتحدة في استخدام جميع الأدوات المتاحة للتوصل إلى حل سلمي. لا يظهر أن ميليشيا الحوثي مهتمة بالتهديدات الأمريكية، حيث أعلن مركزها الإعلامي عن تنفيذ ألوية عراقية تسمى بالوعد الحق، عملية استهداف الإمارات بالطائرات المسيرة التي أكدت أبو ظبي اعتراضها وتدميرها، وهو ما يفيد بوجود تنسيق بين الميليشيات التابعة لإيران في اليمن والعراق لتنفيذ عمليات هجومية. الهجمات التي تشنها الميليشيات التابعة لإيران على الإمارات أثمرت على ما يبدو محادثات بين البلدين، حيث عقد وزيرا خارجيتهما محادثة هاتفية محورها أزمة اليمن، وهو ما يؤكد أن طهران وفق مراقبين تناور دبلوماسيا لحصد تنازلات إماراتية سعودية بالتوازي مع الهجمات التي تشنها ميليشياتها في اليمن والعراق. ما هو واضح أن التحركات الإماراتية أثمرت قناعة لدى واشنطن بضرورة حماية حلفائها من الهجمات الخارجية، إلا أن تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية لا تزال مسألة أكثر تعقيداً، لكن المؤكد حتى الآن أن التحالف السعودي الإماراتي لم يبارح بعد سياسة قصف صنعاء كلما سقطت صواريخ ميليشيا إيران اليمنية أو العراقية على أبوظبي أو رياض.